مجموعة من مفاتيح الكعبة التي استخدمت في السابق. وهذه المفاتيح على سبيل المثال استخدمت خلال العهد العثماني في القرن التاسع عشر. هذا المفتاح الطويل الذي يبلغ طوله 36 سنتيمترا مصنوع من الفضة ومطلي بالذهب. وهذا المفتاح على وجه التحديد استخدم عام 1617 ميلادية في عهد السلطان أحمد الأول. في القرن الرابع عشر في الفترة التي سبقت عهد السلطان سليم الأول كانت المدينتان المقدستان خاضعتان لحكم المماليك الذي كان مقره في القاهرة في مصر. هذا المفتاح بالتحديد يمثل العهد المملوكي، في حين يعود هذا المفتاح للسلطان عبد الحميد الثاني والذي استخدم عام 1889 ميلادية ويحتفظ به الآن في متحف الحرمين الشريفين في مكة. الحكم العثماني في مكة والمدينة انتهى في مطلع القرن العشرين مع إلغاء مؤسسة الخلافة.